سودو كوشنج يعني يبان كل الشكل. السودو كوشنج ده يحصل مع الاوبيزيتي خلاص، ممكن يكون عيان اوبيز وبان شكل المورفولوجي، لكن طبعا في كرايتيريا تانية تخلينا نشوف يعني العيان الاوبيز اللي عنده اسينيا وعنده استرايا، وكاركترستيك الاسترايا بتاع الكوشنج بتبقى وايد يعني هي اكتر من 1 سم. خلاص الاسترايا اسمها استرايا روبرا، ليه روبرا؟ لان في سينينج اوف ذا سكين وفي اكسبوجر للاندرلاين كابيلاريز وبلاد فيزلز اللي موجوده في السبكوتينيوس تيشو، فبتبقى الاسترايا يعني الخطوط بتبقى لونها احمر عشان في اندرلاين سينينج اوف ذا سكين. احنا دلوقتي في الايه، نزلنا لغايه الديفرنشال دايجنوز اوف كوشنج سندروم، انزل تحت التيبل ده تمام هو بس يعني خلاص اللي هي الديفرنشال دايجنوز اوف كوشنج. في حاجات بتدي بيكتشر للكوشنج زي الاوبيزيتي وزي مين الفيميل اللي بتاخد اورال كونتراسبتيف والعيانين الكرونيك الكوليزم، يعني الاقي فيهم وشهم مون فيس وفيهم بلفترة، خلاص ممكن يبقى عندهم سرايا روبرا ماشي، لكن ده ما بيبقاش معاه اندوجينس هايبر فانكشن سوبر رين، غالبا بيبقى فيه ابنورماليتي في الميتابوليزم وفي جلوكوكورتيكويد. وطبعا في كرايتيريا تاني بتلفت نظرنا ان العيان مثلا هايبر تنسف وان كنترول دايابيتك وان كنترول خلاص، عنده اوستيوبروزس، كل ده يقول ان شكل الديستريبيوشن بتاع الفات ده معناه ان ده كوشنج، وده معناه ان ده ايه، ما فيش كل الكرايتيريا دي يبقى دي سودو كوشنج خلاص. وقلنا الروبرا الاستراية روبرا اللي هي الخطوط الحمراء اللي بتبقى موجوده في السكين، بتبقى وايد في السايز بتاعها اكتر من 1 سم في الديامتر بتاعها، لان الاسترايا روبيا والخطوط الحمراء اللي بتحصل في الابدومين ديت ممكن تحصل مع ايه، مع الامراض التانية، ولكن بتبقى اقل من 1 سم في الديامتر. يعني ننزل نشوف الانفستيجيشن اوف ذا كوشنج خلاص، الاستيميشن اوف ذا ايه اوف ذا سيركيديان ريزم، هيبقى فيه لوس اوف ذا سيركيديان ريزم اللي احنا اتفقنا، الكورتيزون بيعلى الاول الصبح وبينزل بالليل، فلما يكون في هايبر فانكشن اوف ذا سوبر ادرينال جلاند او اكسس كورتيزول برودكشن هيبقى في لوس اوف سيركيديان ريزم، يعني يبقى عالي الصبح وعالي بالليل مفيش نزول. ليه؟ لان ده في هايبر بليزيا للست او في تيومر سواء كان بناين او مالجنت وعمال يطلع كورتيزون برودكشن، فيبقى في لوس اوف ذا سيركيديان ريزم، فيبقى عالي الصبح وعالي بالليل. خلاص لو انا هعمل اسسمنت للسيرم كورتيزول ليفل الاقي ان الكورتيزول يا اما هيبقى ايه عالي وفي نورمال رينج من 5 ل 20 مايكرو جرام، هو هيبقى اعلى من كده ماشي. طيب لو انا عايز اعمل سكرين يعني مش يعني عايز اعمل الحاجه امشي وراها او ما امشيش، اعمل ايه؟ اشوف اليورينري كورتيزول اكسكريشن، اجمع بول 24 ساعه واشوف الاكسكريشن اوف ذا كورتيزول في البول 24 ساعه. ليه؟ لان في رقم خلاص، مثلا هنضرب مثال ان هو 250 مايكرو جرام مثلا بير 24 اور، العيان اللي عنده هايبر كورتيزوليزم عشان فيه كورتيزول كتير فيبقى اكتر من ايه، من 250 يبقى 500 600، ده اسمه سكريننج تيست. يعني انا لو شاكك اعمل ده، لو طلع ده بوزيتيف اكمل في الانفستيجيشن، مش طالع بوزيتيف يبقى مش هكمل في الانفستيجيشن، ده اسمه سكريننج تيست اللي هو 24 اور يوريناري كورتيزول اكسكريشن، عشان يبقى دايجنوستيك يبقى ايه اعلى من الطبيعي مرتين لثلاثه، يعني لو هو 250 يبقى 750 يبقى 500. يلفت نظري ان ال 500 دي جت منين غير اذا كان في اندوجينس اكسس كورتيزول برودكشن. طيب بعد كده لو انا عايز اعمل طلع اليورينري كورتيزول اكسكريشن عالي، اعمل حاجه اسمها الدكسا ميسازون سبريشن تيست. معتمده على ايه الدكسا ميسازون؟ على النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. ايه النيجاتيف فيدباك ميكانيزم؟ ان اي عيان بياخد كورتيزون خلاص هيعمل انهيبيشن للبيتيوتري، فالدكسا ديت ال1 مللي جرام دكسا ميسازون بتعتمد ان العيان بالليل الساعه 11 نديله 1 مللي جرام من الدكسا في تابلت اسمها دلتا زون مثلا برشاما، خلاص التركيز بتاعها نص مللي جرام، هديله انا حبايتين منها ياخدها بالليل، اجي الطبيعي الصبح خلاص اشوف الكورتيزون ليفل الطبيعي في النورمال ان ايه، ان هو خد كورتيزون فلازم تعمل نيجاتيف فيدباك على البيتيوتري فتقلل المورنينج كورتيزون، ده النورمال خلاص. فانا لما اجي ثاني يوم اشوف الكورتيزون والاقيه سبريس يبقى ده نورمال، يعني في نورمال سبريشن يبقى ما فيش هايبر كورتيزوليزم، يبقى مش هعمل اي شيء تاني خلاص، ده المورفولوجي اللي باين ده سودو كوشن. لكن لو هو حصل نون سبريسابل يعني ايه، خد الديكساميثازون بالليل الساعه 11 وجيت اشوف المورنينج كورتيزول لقيته هو من 5 ل 20، لقيته لا ده طالع 25، طب 25 دي جايه ايه، يبقى ما حصلش نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، ما حصلش نيجاتيف فيدباك ميكانيزم يبقى في اندوجينس اكسس برودكشن جلوكوكورتيكويد،
مكانها فين، سواء كان بتيوتر او ادرينا. واصله الحكايه دي وفاهمينها. اه تمام. تمام. طيب ماشي. بعد ما انا عرفت ان في هايبر كورتيزوليزم بال 1 مللي جرام ديكساميثازون، عايز اعرف بقى هو ادرينال ولا بيتيوتري، لازم اعمل مين التست اللي هيفرق لي بين الادرينال وبين البيتيوتري. الستيج اديك ايوه تمام، برافو. الاس تي اتش ليه؟ لان لو في ادرينال هيبقى الاس تي اتش سبريس بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم، لو المشكله في السوبر ادرينال جلاند هيبقى الاس تي اتش لو خالص، لان البيتيوتري مضروبه على دماغها واخده خبطه شديده فمش مطلعه اس تي اتش. لكن لو المشكله في البيتيوتري هيطلع الاس تي اتش بتاعي عادي، يبقى وده هيفرق لي بين الاس تي اتش ديبندنت ولا الاس تي اتش اندبندنت. عشان النكست ستيب انا هعمل ايه؟ هصور السوبر ارينا ويبقى مشكلتي وجراحاتي وتعاملي مع السوبر ارينا، ولا هصور البيتيوتري واشيل خلاص على طول. احنا زي ما كنا، اللي هي الاس تي اتش ليفل اللي هو النورمال بيك بتاعته يعني 60 بيكو جرام تحت ما كنا الانفستيجيشن اوف كوشن سندروم. خلاص عرفنا اللوس اوف سيركيديان ليز، وبعدين الديكساميثازون سبريشن تيست، وبعدين الاس تي اتش اللي هيوضح لي المين البيتيوتري كوشن فروم الادرينال كوشن. خلاص. يا فهو لو دكتور بيتيوتري معلش سؤال، هو اتفضل. في الديفرنشال دايجنوزز ليه الفيميل اللي بتاخد اورال كونتراسبتيف بيبقى عندها سودو لان كوشن؟ لا لان هو بيبقى ليه زي الجلوكوكورتيكويد افكت. خلاص. هو اه نفس تمام الاورال كونتراسبتيف زي دي جلوكو زي الجلوكوكورتيكويد، تمام فيديها شكرا مورفولوجي زي كده وبيعمل سولت ووتر. تمام شكرا. ينفع حضرتك تعيدي حتة التيست اللي بيزود ايه تاني؟ ثواني اشوف اللي. اللي بيزود الكورتيزول. الديكساميثازون يعني. ماشي. الديكساميثازون سبريشن تيست ماشي، اللي هو السكريننج تيست، ان انا ايه الهرمونات بتعتمد على ما يسمى بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم. ايه النيجاتيف فيدباك ميكانيزم؟ ان انا لو خدت كورتيزون يعمل سبريشن للبيتيوتري. خلاص. فالديكساميثازون ده هو عباره عن كورتيزون. خلاص. يعني شكل من الكورتيزونات اللي هي طويله المفعول. فانا لو خدت الكورتيزون هيحصل ايه؟ هاخده الساعه 11 بالليل كسكرين اسمه ال 1 مللي جرام ديكساميثازون، هياخد 1 مللي جرام من الديكسا. خلاص. الساعه 11 النورمال ان ال 1 مللي جرام من الديكسا اللي الجسم اتعرض لها تعمل سبريشن للبيتيوتر، طب يا ما دكتورة، تطلعش اسمه. ها هو مش الدوز اصلا بتاعت الكورتيزول اللي هو ممكن اديها للعيان في اليوم تقريبا توصل ل 40 مللي جرام، صح لا كده ولا ايه؟ لا، ما فيش حاجة اسمها كده. ليه هدي عيان 40 مللي جرام كورتيزون ليه؟ يعني الواحد ده كتير، يعني اقصد الواحد ده كتير اصلا. لا مش انا دي شفتها دوز. غلط. ايوه طبعا. انت ايه الواحد ده كتير؟ ايوه. اي كورتيزول هيدخل الجسم خلاص ماشي هيعمل سبريشن للبيتيوتر. ماشي. في فيسيولوجيكال دوز من الجلوكوكورتيكويد اللي هي السبعة ونص ديت، بس دي مش قصتنا، مش دي الفيسيولوجيكال. الديكساميثازون بوتنت خالص جلوكوكورتيكويد، فيري بوتنت ماشي، يعني قوي، يعني الواحد مللي جرام ديت خلاص فيري بوتنت جلوكوكورتيكويد. المحصلة فيها ايه؟ ان الجسم اتعرض لجلوكوكورتيكويد خلاص، لبوتنت جلوكوكورتيكويد. فهتروح رايح على البيتيوتر وتقول لها نامي، البيتيوتر ما تطلعش اس تي اتش. فاصبح الصبح احنا بنقول ان في نورمال سيركاديان ريزم، الكورتيزون يطلع الصبح عالي خلاص ماشي. فالطبيعي ان انا لما الدكسه اجي اشوف المورنينج كورتيزون الاقي اقل من 5 اللي هو اللور ليميت اوف نورمال، اقل الطبيعي ان يبقى 5، لكن هي عشان حست ان في كورتيزون فما طلعتش الاس تي اتش، فالكورتيزون ما طلعش. ده الطبيعي الاقيه اقل من 5. طب افرض انا اديت الدكساميثازون خلاص وصبحت الصبح لقيت الكورتيزون 25، يبقى ايه الوضع؟ يبقى هل البيتيوترا دي اندر ذا افكت اوف نورمال سيركاديان ريزم او شغاله طبيعي؟ لا، لا يبقى الكورتيزون ده طالع من حته تاني خلاص، يبقى في لوس اوف ذا سيركاديان ريزم، في لوس اوف نورمال فيسيولوجي، وفي لوس اوف نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. تمام. تمام وصلت خلاص اللي كانت بتسال او اللي كان بيسال فيها خلاص، ان اي كورتيزون يعمل انهبيشن بيتيوتري، فلما اصبح الصبح الطبيعي ان انا الاقيه واطي، لما الاقيه عالي يبقى في
في مشكله، في ديزيز، في مرض، نساعد نزود الكورتيزون. طيب تمام خلاص. وبعدين عرفنا بعديها نعمل اس تي اتش عشان نحدد ده بيتيوتري ولا ايه ولا ادرينال. تمام. طبعا الابنورماليتي اللي هتبان في اللاب تاني ان احنا هنلاقي في السي بي سي، هنلاقي ايه؟ طبعا عندنا كورتيزول يبقى فيه زياده في الصوديوم ونقص في البوتاسيوم. خلاص. وهنلاقي الار بي سيز فيها ايه؟ زياده في النيوتروفيلز وفي الار بي سيز، يعني العيان ده بيبقى محمر ومورد ليه؟ عشان في بولي سيسيميا. تمام. وهلاقي في الدفرنشال بتاع السي بي سي هلاقي في زياده في النيوتروفيل. طبعا هلاقي سكر عالي، ده شيء طبيعي ماشي، وهلاقي ان الليمفوسايت بتاعته از لو. ده اللي احنا فهمناه من الاول اللي هو الافكت الكورتيزول، هتقلل الليمفوسايت والايه الايزينوفيل والبيزوفيل، وهترفع الار بي سيز والنيوتروفيل، خلي سكر العيان عالي، خلي الصوديوم يعلى، خلي البوتاسيوم يعلى. كل الكلام ده وانا بعمله، طبعا انا هعمل اللاب الروتين زي ما احنا بتشوفوا في الكيس ديسكشن، ان انا بعمل السيفن كيميكال بروفايل الانيشال اللي منها الصوديوم والبوتاسيوم خلاص، وهلاقي منها الجلوكوز، الاقي العيان ده لما اشك يعني الاقي سكره عالي، وحتى ممكن ما يكونش عارف ان هو عنده سكر خلاص، ولا الصوديوم بتاعه عالي ولا البوتاسيوم واطي، يبقى انا ماشي في السكه الصح في الدايجنوزس، وان عندي الاحتمال اللي في مخي هو احتمال ايه مظبوط خلاص، فامشي عليه. بعد كده في حاجه اسمها ايه الدكساميثازون، خلاص عرفناها. في حاجه اسمها لو دوز وهاي دوز، خلينا احنا في الهاي دوز ما تهتموش باللو دوز. يعني الهاي دوز ان انا لو عرفت ان انا عندي مشكله في الهايبر كورتيزوليزم ديو تو اس تي اتش ديبندنت، اس تي اتش ديبندنت عرفنا ان هو يكون مصدره فين او فين، يا بتيوتري يا هايبوثالاموس، يا بتيوتري هايبوثالاموس يا اكتوب ماليجنت. تمام. طيب تمام. لو انا بقى عايز اعرف انا بتعامل مع مالجنسي وانا بتعامل مع بيتيوتري، هعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها اللارج او الهاي دوز ديكساميثازون. يعني فكرته ايه الهاي دوز؟ بيتوقف برضو عن نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. انا في الاول صوت دكتور يا زيو.
مللي جرام من الدكسة لمدة 6 ساعات خلاص، مدة 48 ساعة، فهتضطر البيتيوتري آسفة حتى لو كانت فيها أدينوم تطلع اس تي اتش تو ريسبوند، ولكن المورنينج كورتيزول بعد 48 ساعة از لو. فأنا عرفت إن المشكلة مش في البيتيوتري، وأدور بقى على مالجنسي عشان التريتمنت از تريتمنت أوزر. خلاص تمام الحكاية لا دي؟ ممكن تاني يا دكتور حياتي تاني الهاي دوز دكساميثازون لو انا طلعت ان الكوشنج ده اس تي اتش ديبند خلاص، قلنا الديفرنشال دايجنوز يا بيتيوتري يا هايبوثالامس يا اكتوبك من مالجنس. مهم ان انا افرق ان انا هشيل البيتيوتري او هشيل الادينوما اللي في البيتيوتري، ولا العيان ده عنده مالجنس وادور على المالجنس واعالج المالجنس. عشان افرق بين المالجنس وبين البيتيوتري هدي ايه الدكساميثازون ببيج دوز اللي هي 2 مللي جرام كل 6 ساعات لمده 48 ساعه. فدي محصلتها significant doses من الجلوكوكورتيكويد اللي هتخلي البيتيوتري تخضع حتى لو كان فيها أدنوم. ألاقي إن هو إيه decreased يبقى suppressed، يبقى المشكلة في البيتيوتري لأن ما كانش المالجنس مش هيرسبكت ده. المالجنس مهما اديت ديكساميثازون هيفضل ماشي في السكة بتاعته زي القطر السريع، ملوش أي دعوة بأي حد، بيطلع اس تي اتش زود الكورتيزول ومفيش اي حد عارف يسيطر عليه. اديت ديكس ما اديتش ديكس، دي سمول دوز اديت لارج دوز مش هيرسبوند. اللي هترسبوند باللارج دوز هي البيتيوتر لان هي ما زالت عندها سنس وعندها نيجاتيفيتي وبوزيتيفيتي وقصه دي. تمام تمام بس بعد كده المهم طبعا بعد كده هعمل ايمجينج. الايمجينج ده متوقف ان انا ايه حددت هو في السوبر ارينال، فهعمل سونار وسي تي خلاص، او في البيتيوتري هعمل ام ار اي وسكونترست خلاص، او ان المشكله اكتوبك في اللنج او في الاوبرس او في البريست او ما شابه ذلك، فسيرشنج فور مالجنس اللي هي تعتا تريتمنت از تريتمنت. طبعا الكوشنج العلاج بتاعه ما فيش حل، هظبط ضغط وسكر، ولو المشكله في السوبر ارينال هشيل السوبر ارينال، لو المشكله في البيتيوتري هشيل الادينوما اللي موجوده في الايه في البيتيوتري. لكن ايه نخلي بالنا ان احيانا البيتيوتري ادينوما ديت مطلعه اس تي اتش كتير، فهيحصل فيها هايبربليزيا للسوبرارين انجلين الاثنين طبعا سوبرارين رايت وليفت. ففولسلي لو احنا ما شخصناش صح وما عرفناش ايمجينج صح وما عرفناش المصدر فين، ممكن اي حد يلاقي ان العيان كوشنج اهو خلاص وعنده سوبر ارينال جلاند هايبربليزا، فيقول لي ايه المشكله في السوبر ارينال، وروح شايل السوبر ارينال باي لاترالي. فايه اللي هيحصل في الحل ده؟ البيتيوتري هتتجنن، هي كان فيها ادينوما بتطلع اس تي اتش 10 في اليوم، فهي ما لقتش اي نيجاتيف فيدباك ميكانيزم من السوبر ارينال اللي اتشالت بتطلع 1000 في اليوم خلاص، لان هي خلاص بقى ايه يعني عامله زي استفزت جدا ان ما فيش، فطلع اس تي اتش كتير. ال اس تي اتش ده اسمه ايه بيعمل ليه بيجمنتيشن افكت، فيخلي العيان ده جسمه مسمر خالص، ليه ميلانوسايت افكت يعني بيعمل ميلانوسايت لايك افكت، فيخلي العيان هايبر بيجمنتد، فيخلي العيان ايه يبقى جسمه مسمر يعني اسود جدا. كان في برضو عيانه خلاص عندها ايه عماله تشتكي من اسينيا ودايبيتس وهايبرتنشن وهي في يونج ايج، ما كانش في اي كونكلوجن خالص، يعني لا 24 اور كورتيزول كان عالي خلاص ولا الدكساميثازون كان سبريس. المهم من العيانه دي راحت اسيوط خلاص، فربنا كرمها كده يعني برحب بدكتور جراح راح شايل لها بوث سوبر رينال جلاند، لا هايبر بليزيا كده او ما شخص الله اعلم، او المهم انه شال السوبر رينال، يعني هو اقتنع ان ايه ادام انا شاكك في كوشنج طب ما نشيل السوبر رينال وخلاص ونخلص من الموضوع ده سواء سقصنا او ما سقطناش. الحاله دي البنت دي جت بعد كده في التامين بتصرف علاج طبعا. انا ما عرفتهاش من السواد اللي هي كانت جسمها كله بقى اسمر خالص، يعني طبعا واحده في مين المنظر ده حياتها اتدمرت. عشان كده بنوضح ان احنا اهميه ان احنا نعمل دياجنوزس كويس ونعرف الايمجينج كويس. طبعا هو العيان الدكتور شال لها بايلاترال ادرينا فخلى البيتيوتري تطلع اس تي اتش كتير، فالاس تي اتش نزل فعمل ميلانوسايت افكت فعمل داركنينج في السكن. ده مسمى ايه اسمه نيلسون سندروم، ان يكون في بيتيوتري ادينوما عامله اس تي اتش برودكشن وفولس مانجمنت ان انا اشيل البايلاترال سوبر ارينال جلاند اشيل الاثنين، فيبقى الادينوما اللي كانت موجوده في البيتيوتري تكتر خالص خلاص، حتى انها ممكن تعمل ايه الهايبر بيجمنتيشن الواضح ده
فده بيسموه النيلس، فده فورس طبعا مانجمنت وده غلط. تمام، وصل الهايبر الهايبر بيجمنتيشن ده بيرمننت؟ بيرمننت طبعا. تمام عشان كده اهميه ان احنا نعرف فين مكان الديزيز بالظبط، ونعمل لوكاليزيشن بالظبط، ونعمل مانجمنت صح. خلاص، بعد كده التريتمنت اوف ذا ادرينال كوشنج السيرجيكال. خلاص، طب لو العيان مش فيت للسيرجري بندي حاجات. افرض عيان عنده مالجنس مثلا، كان عندنا يعني حد من زمايلنا كان عنده كانسر مثلا في السوبر رينال جلاند، وكان عامل له كوشنج وهايبرتنشن، وكان بيجي له كده ايبيزودك هايبرتنشن يعني. خلاص، فلو العيان مش فيت، وطبعا دخل في ميتاسيس في كل حته، المهم لو العيان مش فيت فور سيرجري بياخد حاجه اسمها ميثايرابون، اللي هي تعمل انهبيشن للكورتيزون برودكشن. ده باليتيف يعني، ده اللي ايه اللي معنى اللي ما باليد حيله يعني. اما العيان لو عنده مالجنس الس وير يعني بعيد عن السوبر ارينا، المانجمنت مانجمنت اوف ذا كوز سواء كان كانسر لانج، كانسر بروستيت، كانسر بريست، المهم ان احنا هندايركت هنا ناحيه الايه الكانسر الانيشال كانسر. هننزل للادرينال كورتيكال انسفيشنسي. خلاص، اللي هي السوبر ارينا هايبر فانكشن. الايتيولوجي خلاص، ممكن يكون اوتو اميون ديزيزز زي ما بنقول في اي تي بي مثلا. خلاص، بنقول برضو في اوتو اميون ادرينالايتس، يعني في اوتو انتيبادي تتكون اجينس السوبر ارينا فتعمل لها ديستركشن، وده اشهر سبب للايه الهايبر فانكشن اوف ذا سوبر ارينا. السبب اللي تحتيه والمهم الايتروجينيك اللي احنا اتفقنا او اتكلمنا عليه، ان عيان بياخد كورتيزون من بره سواء كان انديكيتد او كان نوت انديكيتد، مره واحده يعمل سادن ويزدرو فيعمل ايه هايبر فانكشن للسوبر ارينا، او يكون في توبركلوزس، او يكون شال السوبر ارينا، او اتعرض لراديشن او سايتوكلوزس، كل المحصله دي هتؤدي للدستركشن للسوبر ارينا. ماشي، الكلينيكال بيكشر زي ما اتفقنا ان العيان ما فيهوش لا مينرال كورتيكويد ولا جلوكوكورتيكويد، فعشان ما فيهوش جلوكوكورتيكويد هيبقى هايبوجلايسيميك، وعشان ما فيش مينرال كورتيكويد ولا جلوكوكورتيكويد هيبقى هايبوتنسيف. فيجي العيان للاستقبال سكر واطي ب 50 و60، وضغط واطي 80 60 80 40. خلاص، وعنده حاجه اسمها بوشرال هايبوتنشن، يعني اول ما يقف يحصل له سنكوب يدوب وممكن يفقد الوعي يعني السنكوب، وده كاركترستيك لحالات الايه الهايبو فانكشن اوف ذا ادرينا. ونعرف ازاي الاورثوستاتيك هايبوتنشن، حد يعرف يقول ازاي نشخص اورثوستاتيك هايبوتنشن؟ هو لما يقوم ضغطه، لا وهو نايم ضغطه كويس، ولما يقوم ضغطه يقطع مره واحده. تمام، ما كام يعني 100 واحده؟ لازم يبقى في رقم ثابت يعني، ممكن 20 يا دكتور 20 10 صح؟ يبقى السيستول يقل عن 20 والديستول يقل عن 10، يعني النورمالي ان انا لما اقف كده، لما اكون نايم سوباين في الايركت بوزيشن، لما الواحد يقف الدم بيبقى بولد في اللور لم. خلاص، فلما الدم يبقى بولد في اللور لم يبقى اكسبتد ان الضغط يوطى، بس السيستول ما يوطاش عن 20 والديستول ما يوطاش عن 10. لكن لما الاقي مثلا عيان كان ضغطه في الصباين وهو نايم 130 على 90، خلاص، ولما وقف واستنى 1 مينت، خلاص يقف دقيقه كامله، وبعد الدقيقه اعمل ري اسسمنت للبلاد بريشر، الاقي ان ضغطه بقى بدل ما هو 130 نزل ل 90 60، ده كتير خالص. خلاص، ده بدا اورثوستاتيك هايبوتنشن، ادور على سبب الاورثوستاتيك هايبوتنشن. الاورثوستاتيك هايبوتنشن ده كاركترستيك لحالات الايه هايبو فانكشن اوف ذا ادرينال. ليه؟ لان احنا قلنا مفيش جلوكوكورتيكويد ومفيش مينرال كورتيكويد، زائد ان الكورتيزون ليه بيرميسيف افكت، يعني بيسمح بالفانكشن اوف ذا سمباثيك نيرفس سيستم، يعني بيحفز الفانكشن اوف ذا سمباثيك نيرفس سيستم. فلما يكون مفيش كورتيزون مفيش تحفيز للسمباثيك نيرفس سيستم، اللي هو كان بيعمل ايه السمباثيك ده، بيعمل ريفلكس بازو كونستريكشن، بيحافظ على البلاد بريشر. تمام، فمفيش محافظه على البلاد بريشر، مفيش بازو كونستريكشن، فاول ما العيان يقف يحصل دروبينج، يعني يحصل بولينج اوف ذا بلاد في اللور ليم، ويقل ضغطه عن 20 10 20 سيستول و10 ديستول. تمام تمام يا ماشي. ممكن من الهايبر بيجمنتيشن تكون ساين الادرينا انسفيشنسي، امتى؟ زي ما قلنا في حالات ايه، ان يكون في يعني زياده في الاس تي اتش اللي طالع من البيتيوت، يعني ده إيه؟ لو هو برايمري ادرينال انسفيشنسي هيبقى في زياده في الاس تي اتش ولا في نقص في الاس تي اتش؟ زياده. حد تاني زياده؟ فين البنات؟ امال يا شباب حاضرين ولا مش حاضرين ولا ايه؟ حد من البنات؟ في بنات بس بتكسب يا دكتور، خلينا نكمل.
طيب ماشي، خليهم مكسورين ماشي. يبقى في هايبر بيجمنتيشن زي ما اتفقنا مع النيلسون اللي حصل اتروجينيك او فولس مانجمنت، يحصل برضه هايبر بيجمنتيشن لو في برايمر ادرينال انسفشنسي مطلع اس تي اتش كتير من البيتيوتري. طب اعرفها ازاي دي؟ يبقى العيان مسمر بس في حتت معينه، التسميره اللي في حتت معينه ديت بتبقى في الميوكوس ميمبرين بتاع الاورال كابيتي، لا الماوس البكه الكابيتي يعني فيها هايبر بيجمنتيشن، تبان في اللي هي في الصانف سبوز اريا اللي هي الفي شيبد اريا، الحته اللي في مقدمه الصدر اللي هي لو واحد لابس جلابيه او لابس حاجه تبقى في شيبد كده، او بريشر اريا مكان الالبو او اللي ايه الني، يبقى او لو في سكار او حوالين الامبلايكس الحتت ديت يبقى العيان بيل، لان هو طبعا عنده ايه هايبوتنشن وهايبوجلايسيما وكلام من ده، والحتت دي بالذات تبقى هايبر بيجمنت اللي هي ايه الاورال كافيتي خلاص البي شيبد اريا الالبو حوالين الامبلايكس لو في اي سكار يبقى شكله غامق، يبقى اعرف كده ده ايه برايمري ادرينال انسفيشنس. تمام. الجي اي تي مانيفستيشن العيان بيبقى عنده دايريا مستبيشن خلاص نوزيا وبوميتنج وهايبوتنشن واسينيا وكل ده فسرناه وحكيناه كويس ماشي. ممكن يبقى عنده بوليوريا عشان اتفقنا ان نوع من لما تاخد الدايبيتس انسيبيدس هيبقى فيه حاجه اسمها نيبروجينيك دايبيتس انسيبيدس معتمده على ايه؟ على الهايبوكاليميا. خلاص الهايبوكاليميا بتخلي الكدني مش شغاله دونت ريسبوند يعني للانتي دايريتك هرمون فيحصل فيه بوليوريا. الانفستيجيشن طبعا زائد اللاب فايندنج ان انا هلاقي هنا في السي بي سي الصوديوم، السي بي سي هشوف فيها ايه طيب؟ والصوديوم والبوتاسيوم لو في هايبر فانكشن او سوبر رينال العكس بقى هايبر كاليميا هايبر كاليميا وهايبوناتريميا والسي بي سي هلاقي الار بي سي قليله والليمفوسايتس قليله النيتروفيلز قليله الليمفوسايت تبقى عاليه والار بي سي تبقى نيتروفيلز قليله والار بي سي قليله. تمام. طيب بعد ايه اعمل سيرم كورتيزون الاقي ايه لو خلاص ماشي واعمل الاس تي اتش لو لقيته عالي هيبقى فيه ايه؟ لو لقيته واطي هيبقى فيه ايه؟ الاس تي اتش لو فيه ادرينال انسفشنسي لو عالي هيبقى مين؟ ولو واطي هيبقى ايه؟ لو عالي الجلاند نفسها بايظه. صح تمام. ولو واطي هيبقى ايه؟ هيبقى بيتيوتري. تمام. ولما يكون بيتيوتري خلاص ما يبقى لازم اشوف كماله الفانكشن اوف ذا بيتيوتري خلاص، لان ممكن يبقى العين عنده ايه هايبو فانكشن اوف ذا بيتيوتري مأثرة على السوبر رينال وعلى الثايرويد خلاص، وحتى على الجوناد يعني الست ممكن تبقى عندها امونوريا خلاص عشان ما فيش اف اس اتش ولا ال اتش، يبقى هايبو ثايرويديزم عشان ما فيش تي اس اتش، تبقى هايبو ادرينالزم عشان مين؟ ما فيش كورتيزون خلاص. والحاله اللي عندها بيتيوتري انسفشنسي لازم اعمل ريبليسمنت لكل دول. تمام. عشان العين يتحسن التريتمنت هدي اورال كورتيزون خلاص بنديها على 7.5 بنحاول نميك النورمال فيسيولوجي ادي المورنينج دوز 5 وادي على العصر 2.5 اللي هي النورمال فيسيولوجيكال دوز بحيث ان انا اعمل نورمال سيركاديان ريزم، يبقى الكورتيزون عالي الصبح وواطي على العصر كان العيان ايه طبيعي يعني. وبعدين هدي الفلودروكورتيزون اللي هو مينرال كورتيكويد خلاص، الفلودروكورتيزون هديه لما يكون في برايمري ادرينال انسفشنسي، لما يكون كل الفانكشن اوف ذا ادرينال جلاند فيها مشكله هدي مينرال كورتيكويد، لكن لو البيتيوتر هي اللي فيها مشكله هيبقى المينرال كورتيكويد اللي طالع من السوبر ادرينال مش متاثر لان هو مش اندر كنترول اوف ذا بيتيوتر. هخليه ياكل دايت طبعا غني في الصوديوم خلاص وايه وفي الـ وقليل في البوتاسيوم. طبعا يحصل فيه كرايسيس لو العيان ده تعرض لاي ستريس فور سيتويشن اكسرسايز اكزام تروما مايكاردر انفكشن، عشان كده العيانين اللي عندهم ادرينال انسفشنس المفروض يلبس حاجه او يبقى معاه كارت مكتوب فيه ان هو ادرينال انسفشنس عشان ايه لما يتعرض لستريس المفروض يعمل دبلينج ذا دوز اوف كورتيزول اللي هو ماشي عايزه الستريس ده ماينو، يعني واحد دخل يعمل عمليه مثلا غير واحد دخل يخلع سنان، اللي داخل يحشي ضرس او يشيل ضرس ده ستريس فور ساتويشن في الطبيعي يطلع عنده كورتيزون، هو ما عندوش كورتيزون ومعتمد على الكورتيزون اللي بره، فنقول للعيان ايه تدبل ذا دوز ماشي على 7.5 خليها على 15 قبل الماينور ستريس فور ساتويشن، لكن لو هي دخل ابنسكتوم مثلا او دخل يعمل كابج مثلا او دخل يعمل كوليسيستكتومي ماشي دي ميجر اوبريشن هياخد الكورتيزون ما
ماشي، يعني لو هو المفروض يبقى عنده ستريس، ستريس في الهرمون ما عندوش، فياخد الكورتيزون ونخليها تريبل ذا دوز، اللي ماشي على 7.5 نخليها 20. ماشي ليه؟ لان هو المفروض يكون عنده اندوجينس كورتيزون تو تقاوم هذا الاستريس، فهو ما عندوش اندوجينس كورتيزون فهنديه له من بره. تمام يا شباب؟ تمام. وبعدين طبعا العيان ده بيبقى يدخل العنايه ماشي، بيجي في امرجنسي كرايسيس وتكون هايبوتنسيف وهايبوجلايسيميك، فنديله طبعا نورمال سلاين عشان ونديله جلوكوز، وبعدين نديله ايه بقى حاجه من الكورتيزونات لما يجي العيان شوك دي، يعني نديله من الكورتيزون السريع المفعول اللي هو الهيدروكورتيزون، لان الكورتيزون لما نعرف هنعرف ان في حاجه سريعه المفعول حاجه متوسطه المفعول، يعني سريعه المفعول يعني تدخل وتشتغل دلوقتي، وده اللي انا عايزاه في حالات الكرايسيس، ان انا عايز أريبلينش يعني أستعيد وأعوض كل الكورتيزون بسرعة عشان يرفع ضغط العيان ويرفع السكر بتاعه، فأديله فورميليشن من الكورتيزون تكون سريعة المفعول اللي هي الهيدروكورتيزون، ده بتشتغل على طول خلال مينتس، فأديها بإيه؟ بأي في انفيوجن أو أديها أي في بولس، خلاص؟ فمشي العيان على 50% من الهيدروكورتيزون كل 6 ساعات. طب لو أنا شاكك ومش متأكد ده أديسون ولا مش أديسون، هعمل أسحب لاب وأدي مين؟ الدكسا ميسازون. ليه؟ لان الدكسا ما بتعملش انترفيرنس مع الانتربريتيشن، يعني الدكسا الهيدروكورتيزون اسمه هيدروكورتيزون، فلما اجي اشوف الكورتيزون الاقي ايه في نسبه من الهيدروكورتيزون اللي انا اديتها هتبان في اللاب، لو انا مش متاكد ادي دكسا ميسازون وبعدين اسحب اللاب. الدكسا مش ها مش ها لن تقاس يعني في تحليل الدم، لان الكيس بتشوف الكورتيزون. ماشي. اخر حاجه اللي هي الفيبروموسايتوما اللي هي تيومر اوف ذا ادرينال مضله، خلاص احنا خلصنا كده من الكورتكس. تيومر اوف ذا ادرينال مضله سموها رول اوف 10، ان هي 10% بتبقى بايلاترال و10% بتبقى فاميليا، يعني في بوزيتيف فاميلي هيستوري و10% مالين. طيب ايه المانيفستيشن بتاعتها؟ احنا قلنا هتطلع نور ادرينالين وادرينالين واكتر الادرينالين، والادرينالين هيعمل ايه؟ هيزود السمباثيك نيرفس سيستم وهيزود البريفرال فازو كونستريكشن، فالعيان يبقى عنده ايه؟ باروكسيزمال هيديك وتاكيكارديا وبالبيتيشن ومعاهم هايبرتنشن. ماشي. هايبرتنشن متفصل عشان في بريفرال فازوكونستريكشن، والهيديك والبالبيتيشن والسويتنج خلاص اللي هم بيجوا باتاكس، يعني يجي العيان يحس بصداع خلاص وضربات قلب سريعه، ويشوف الضغط ساعتها يطلع 180 على 120. بعد ما يخف من الاتاك ديت نلاقي ضغطه 110 130، يبقى ده اسمه بروكسيزمال هايبرتنشن، يروح ويجي خلاص. ده كاركترستيك الحالات اللي فيها كروموسايتوم، لو انا شكيت فيها هلاقي ايه؟ هشوف الليفل بتاع الكاتيكولامين اللي هي الايه؟ الميتانيفرين اللي هم ميتابوليزم يعني للكاتيكولامين، ميتانيفرين والنون ميتانيفرين هيطلعوا عاليين. لو طلعوا عاليين اليورينر او البلازما نعمل ايمجنج للبيتيوتري عشان نشوف دي ادينوما ولا كارسينوما، ده يونيلاترال ولا بايلاترال عشان التريتمنت بتاعي. خلاص؟ بعد ما اصور في حاجه اسمها البيت، يعني في الاحيان ما بعرفش اشخص غير لما ادي راديو اكتيف ماتيريال اللي هي تحت ما يسمى البيت سكان، ادي راديو اكتيف ماتيريال فتتاخد بالسوبر رينال فتنور السوبر رينال، فتنور لي الحتت اللي فيها ايه سوبر رينال تيشو يعني، ولو في مالجنسي او متاسس يبان ان في حاجه تانية كتيره بعيده عن السوبر رينال منوره فاعرف ان في متاسس. خلاص. التريتمنت طبعا كنترول بلاد بريشر خلاص بانتي هايبرتنسيف، زائد ان انا هتريتمنت اوف ذا كوز سيرجيكال ريموفال اوف ذا الادينوما او الكارسينوما. خلاص. لكن في هنا حاجه مهمه، ان انا ما ينفعش اعالج بانتي هايبرتنشن من غير ما يكون بيعمل بلوكيت للالفا والبيتا بلوكر، احنا عارفين السمباثيك نيرفس سيستم شغال على الفا والبيتا ريسبتور، فلو ان العيان ده اديته انتي هايبرتنشن بشكل بيتا بلوكر خلاص، زي مثلا الفيسوبرولول ماشي او زي البروبرانولول ماشي، هيحصل ايه في العيان ده؟ هيحصل حاجه اسمها ايه؟ كرايسيس. يعني انا جاي اعالج ضغط العيان فيحصل على العكس، ضغط العيان بدل ما كان 180 يدخل في 220 ويدخل في السيربرال هيم. ليه؟ لان انا عندي تو سيستم بيتا بلوكر والفا بلوكر، السمباثيك نيرفس سيستم عالي، الكاتيكولامين عاليه، انا رحت عملت بلوكيت للايه؟ للبيتا ريسبتور بالبيتا بلوكر، سواء كان اندرال او فيسوبرولول او كده، فكل الكاتيكولامين راحت على الالفا ريسبتور، والالفا ريسبتور دي بوتنت فازوكونستريكتور، يبقى زي ما بيقولوا ايه زودت الطينه بله خلاص، جيت اعالج العيان من ضغط فبالعكس دخلته في كرايسيس، فلازم هنا لما ادي انت هايبرتنسيف ادي ايه؟ الفا وبيتا بلوك، والا يبقى ام شيرنج ان ذا
ان انا اجريفيتنج المشكله بتاع العيان. بص الحكايه دي تمام. ممكن تاني بس كده تاني. احنا عندنا لو في زياده في الكاتيكولامين خلاص اللي هي في كروموسوتوم يعني في تيومر اوف ذا سوبر ارينا المظله نطلع اكسس كاتيكولامين. كاتيكولامين يعني ايه؟ سمباسو ميميتكس سمباساتيك خلاص. السمباساتيك دي شغاله على الفا والبيتا ريسبتور وهي عامله الهايبرتنشن ده ازاي الباروكسيزمال عن طريق شغاله على الهارت وشغاله على البلاد فيزل. على الهارت بيزود الميوكاردال كونتراكتيليتي والبلاد فيزل عامله بريفرال فازو كونستريكشن. مين الريسبتور اللي موجوده في الهارت؟ البيتا ريسبتور. ومين الريسبتور اللي موجوده في البلاد فيزل؟ الالفا ريسبتور خلاص. فانا لو انا شخص العيان ده وبدي له انتي هايبرتنسيف فمن الجروب الانتي هايبرتنسيف في مين؟ في بيتا بلوكر وفي الفا بلوكر وفي الفا بيتا بلوكر. فانا قررت ان انا ادي العيان ده بيتا بلوكر زي البروبرانولول زي البيسوبرولول ماشي عشان ابلوك السمباثيك نيرفس سيستم معايا كده. طيب اديت البيتا بلوكر دي فدخل العيان كان ضغطه 180 على 120 بعد ما خد البيتا بلوكر دخل في السيريبرال هيمج ودخل العنايه. يا ترى ليه ضغط العيان رفع؟ ده انا اديت انتي هايبرتنسيف المفروض ضغط العيان ينزل. ايه اللي نزل؟ ايه اللي رفع ضغطه؟ لان هنا العيان ده انا عملت بلوكيت للبيتا ريسبتور فكل الكاتيكولامين اللي كانت موجوده اندوجينس راحت لقت ايه البيتا ريسبتور بلوك فراحت تشتغل على الالفا ريسبتور. الالفا ريسبتور اللي موجوده مين؟ في البريفري فعملت ايه؟ فازو كونستريكشن فظيع فرفع الضغط. يبقى انا كده ايه سويت حاله العيان. طب حل العيان ده ايه؟ ان انا اعمل بلوكيد للتو سيستم بتاع السمباثيك نيرفس سيستم الالفا والبيتا ريسبتور. تمام وصلت؟ وصلت يا دكتوره شكرا. بعد كده خلاص هناخد اكزامبل للام اس كيو خلاص. اللي عارف يا ريت حد تاني من الشباب غير الاثنين المشاركين غير الدكتور معتز والتاني حد يرد. لو في كوشن سندروم زي دي بوست تيشو اس دي بوزيتد ان ذا كاركترستيك سايت في الفيس ولا في مش شايفين اللي... طيب احنا مش شايفين ال مش شايفين الكلام احنا عيننا. تمام كده تمام. الكوشن سندروم الديبوزيشن اوف ذا فات موجود في الفيس ولا في الابر ليم ولا في الباك ولا اول اوبشن ار كوركت؟ اول اوبشنز خلاص ماشي. وات كان ستيموليت الالدوستيرون سيكريشن؟ زياده في البوتاسيوم ولا زياده في الصوديوم ولا الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون ولا الاترونيتروجين؟ زياده البوتاسيوم. زياده البوتاسيوم الله عليك. بيشنت هاد برايمر هايبر الدوسترونيزم اند هيز ادرينال سي تي شو باي لاترال هايبر بليزم وات از ذا تريتمنت؟ بيرونو لاكتون. الاول لو ما ينفعش اعمل سيرجيكال ريموف. تمام. انتوا مذاكرين المحاضره ولا فهمتوا من المحاضره ولا ايه بالظبط؟ لا فهمنا الحمد لله. اكيد فهمنا المحاضره. طب الحمد لله ده شيء كويس ان انتوا فهمتوا المحاضره الحمد لله. وات از ذا ميكانيزم اوف هايبر تنشن في الكوشن سندروم؟ الكورتيزول انكريزنج ذا نمبر اوف الفا ريسبتور ولا الهايبر جلايسيميا انكريزنج الاوزموتيك بريشر ولا الانكريز النور ايبينفرين اكومبانينج الهايبر كورتيزوليزم ولا ديكريز النور ايبينفرين؟ الاولى الثانيه او الثالثه؟ لا هو صح ليه بيرميسيف افكت على الكاتيكولامين يعني انكريز ماشي النور ايبينفرين اكومبانينج الهايبر كورتيزوليزم. ماشي. بس يا دكتوره مش نقول يعني هو النور ايبينفرين المستوى مش بيزيد لكن تاثيره بيزيد. ايوه صح. يعني هي مش دقيقه صح كده؟ صح مين كلينيكال ساين اوف برايمر هايبر اندوسترونيزم؟ يا دكتور احنا علينا النقطة اللي هي بتاعت الادرينال جلاند انهي جزء منها بيفرز مينرال كورتيكويد وانهي جزء بيفرز جلوكوكورتيكويد؟ ايوه ايوه